السلام عليكم دزير بوي بيج رياكشن، رجع لكم ولاد برياكشن جديده كالعاده ولا ويد جديد موجود بيج رياكشن موجود ومع اللي حاليا فهمتني ولا ماخو اسمه جديد على اسمه اللي هو سمارة ولاد سمارة يسربينا البوم اخر ونبداو بالانترو اللي هو كي اولد سمارة ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى وكليب اوفيسيال الاولاد يلا بينا صاحبي اسمع ما عادش باش نحكي فيه موضوع سمارة يسكر البوم يحل البوم اخر ما عادش نحكي فيه ما عادش نحسب البومات سي بون ضاع ولا البومات فتنا الخمسه ولا ما مانيش عارف بالضبط قديش برو برشا موزيكا صح برشا موزيكا ومش الناس الكل تنجم تعمل وتسربي موزيكا كيما هكا مش نقعد نقول فيها تو سامبلومون صح نبداو على بركة الليل الولاد على فكرة عنا زوز تراكات مش حتى تراك عنا لانترو عنا أول تراك في الألبوم الولاد وش نخدموهم فرد فيديو كرادة والعويد باش ما نطولوش عليكم ما تقعدوش تلوجو كل فيديو وحده والنوتيفيكاسيون متاعه والوقت متاعه هاو كفرد مرة الولاد ليتس جو يلا بينا نشوفوا شنو هي الفوضى الأسمر صاحبي سمعنا الفايب وسمعنا الألبوم اللي حتى أصلا اسمه ما نعرفش اسمه الألبوم لعله يطلع اسمه كي أولد منزلنا مانيش متأكدين في الديسكريبسيون ما فما حد شيء دونك برو مزلت بالرسم ما نعرفش اسمه الألبوم يلا بينا الولاد الأسمر هيت صح كالعادة الولاد نعطيكم فكرة من أول دخلة على الميكرو من عند سمارة التراك كيفاش باش يتعامل كالعادة صح وقيل كليب ما كل كليباتك اللي تربوا هذوما خل نكبر لكم شوية ما تبيعتوا فايب سمارة هكا ولا هكا تتريب الولاد برا يلا بينا صح برا الأسماء مرحب مرحب من اول دخله لسماره للميكرون اكد لك اللي تراك برو فيه برشا مشاعر من الاخر صاحبي من الاخر بعد نص الليل هيك علاش رياكسيون شطاب بعد نص الليل برا صاحبي قاعدين تشوفوا فاش قاعد صاير في الكليب لا عملهم زي ولينا فيهم نستنى قلبي متنا عندي مدة نسربي بالنية لا مكش منا وفلوسهم جملة تبدلناية كبرنا بالرجلة وخمقنا في الشيخة وحناية في بالي جنة كعطيتها فني لتغنية نحكي من الاخر حبونا على خطر وسناية معلش القمنا منعونا على خطر الحلمية دولة قمعتنا وهزدنا رجلة وتفناية دولة قمعتنا وهزتنا رجلة ودفنا بيه مشاعر ومشاعر مختلطة مرة هذه ما هيش مشاعر سمارة كهو اللي نسمعوا فيها نسمعوا في مشاعر سمارة وفي مشاكل لعبيد مع المشاعر اللي كملوا على سمارة وكملوا علينا احنا خطرهم حاسينهم صاحبي برو قلت لك إن his feelings ما في باليش لها الدرجة ربي يستر برو يحب يبكينا سمارة اليوم فغيد فغيد يا ما هالبوميتي ما توفيش ما That's a fact يا برو نسمعوا في واقع البوميت وما نصورش توفا لا ما حديش يما مشو خلوني انا بليش يما يا فغي دفغي يما البوميت ما توفيش يما الكليب صدقني ماني فاهم منه حتى شيء ما نفايبي معاه وماشي معاه على الاخر الولاد ومش مقلقني عرفت كلي مانيش فاهم مش مقلقني لا ما حديش يما كيمشي وخلوني انا بليش ما سو شكون اللي صبر معايا في اختار لعبنا بسنين مش حبسك التويل صنعت رجال فيري في الدم حكمنا في الزونة كوبا وتخير ليل ما عادش طويل حتى دمك منك يغير يمكن الاسمر ماشي بمحبة اما تو ما عادش صغير يا الحكاية مني وكم ناخذ في دوية منشوف في بالي سمارة ان هيز فيلينغز اما سمارة في بالي شبيك له درجة برو صحايبي سمارة مخرج لك قلبه صاحبي شفت قلبه مخرجه في الميكرو هاكا تفرج هاكا يضحك اما اسمعوا كيفاش قاعد تو تسمع في صوته برو
برو ماشي، تا واحد يضحك، تا واحد يضحك من برا ويبكي من الداخل. طويل حتى دمك منك يغير، يمكن الاسمر ماشي بمحبة اما تو ما عادش صغير. يا الحكاية مني وفوق ناخذ في دوايا، ما نشوفش المراية، خليت ثم الكل ورايا، كي نجيت معايا كله من التالي، كله من التالي. بتقول لازمك تغزل روحك ديما الاول باش تخلط تولي. كنت هيك الكاميرا الضوية اما تو خسارة. خلوني بيت يما ولعت يعب منهم مانا، بيشي البيت منهم لعطيتهم من قلبي انا بيشي. ماكش بتلقاهم يا برو، ماكش بتلقاهم. الحياة هيك الحياة صاحبي، الحياة تسلك برشا عباد في بالك هيك وحياتك برو، في الاخر تلقاهم جيست وقت معين من حياتك تعدى. فهمتني كيفاش؟ ركشوا بعدك زروحهم ومشاو، كي زروحهم ويمشيو يهزوك بمشاعرك تجاههم قلب ما يهمهمش يتعداهم. بالنية وعطيتهم طلعوا معايا خوانا وينين حنانا يا ها. قول ثويني لحنانا يا ما تلقاها كانت عند يما برو، عند امك صاحبي. سبعة صفر خمسة صفر شاروت المرز بورقيبة حبيبنا واصحابنا الجبنة بالحبلة الولاد كالعادة والعواهد. سبعة صفر خمسة صفر جرب جسد توا تشوف توا تسمع، شنيا الحكاية من اللي بفهم ناخذ في دوايا هنا شوف لما تخيلها برو. احساسك انت كانسان بالرسمي من اللي تقوم عندك دوايا تاكلو باش تنجم تتعايش مع العباد تي برو. هذا يا سمارة شنو يوصل لك من التراك من الكليب، كيفاش تحسو دارك تحسو ديب يتفرج سكولات. فهمتني كيفاش رياكشة متاع وحدة تحسه وما تهدي برشا داركنس في التراك ما فرض الوقت برشا وجايع في قلب رابور تو سامبلومون وارتيست قاعد يسربي فيه الفان بيز نتاعو وانترو متاع البوم اخر ظاهر فيه برشا في برشا وجايع ومش للناس الكلش تسمعوا خاطر اللي موجوع راه باش يكمل عليك يا بو. والله خليت ثم الكل ورايا انا كان جيت لمايا كنت كل كاميرا الضوايا فغي دو فغي يما البومي تي مات فيولا تو فيش يما حتى من الكليب ما تفهموش كي سما لا ما حديش يما وحاجه تفرح كي البوميتك ما توفيش مش مشكل برو. انا لازم او نستناو في المزيكا صاحبي هذاك هو الفايده خليها فرض الوقت زاد على بريت خلي لا لا سبحان الله تتحرك مش وخلوني انا بلاش يما يا فغي دو فغي يما البوميتي ما توفيش يما لا ما حديش يما كمشي وخلوني انا بلاش يما سو سمارة مش فرق قلبه. سمارة برو يدي سمارة مش فرق قلبه برك برو. سمارة صاحبي من الاخر يدي اللي في قلبه قالوا سمحوا لك في الميكرو صاحبي غنى اكثر من اللي رابا برو نستعرفوا بالشيء هذا خاطر سمعناه ما فرد الوقت كدخلة للبوم توري للعباد. انا واحد من الناس ناخذ كفكره انه البوم جاي صاحبي كل اللي فما برشا مشاعر دونك اوتوماتيكمون ما نتوقعش حاجه باش تشنى حاجه باش تهيبي اما فرد الوقت نرجعوا الموضوع العاده والعوايد مع سمارة ما تنجمش تتاكد من حاجه متوقعها خاطر تعرفش يعني شنو هي الجميع هذاك اللي مخليني لتو نخدم مخليني لتو واحد مع اي موسيقى يهبطها ونخدم رياكسيونات خاطر بالرسمي ساعات يخدرك بتراك يدي من حيث لا تدري برو الله اعلم كيفاش جاي كيفاش عجبك انت بدك تبدا ماكش فاهم اما حاجه مش عاديه دونك هذيك الحاجه اللي احنا ديما نلوجوا عليها الاولاد فرد الوقت حاجه كما قلنا كدخله للبوم هاني قلت لك تنجم تهرب لك برشا عباد اما تنجم فرد الوقت اي برو عباد تقول اي صاحبي في وقتها في وقتها واحد ان هيز فيلينغز واحد في مشاعر واحد عنده مشاكل وكذا دونك برا نحسوا بصبارة كيما حاسس بينا ونسرحوا كل الاحساس هذاك واحد يركح مخه ويتعدى دونك كيما قلت لك برو فما عباد هاني قلت لك تشيخ عليها موسيقى كيما هكا كل واحد ورايه كل واحد وذوق الاولاد ونحترموا جميع الاذواق والاراء انا واحد موسيقى كيما هكا كيف كيف قلت لكم من قبل مش من تو راني موسيقى كيما هكا ما تقلقنيش كي نسمعها راني نفايبي معاها نمشي معاك في الخط برو مش خاطرني موجوع وكذا ما خاطر يعني واحد عنده في مخه ما ينجم يريليتي مع سمارة فاش يحكي فهمت كيفاش من الاخر الاولاد على كل حال كما قلنا كل واحد ورايه ننتقلوا الاولاد للتراك الثاني سمارة دم اللي هو تراك الاول في الالبوم بعد كي اولد
انترو للتجاري يكتن عليه كما قلنا الاولاد فيديو بزوز تراكيت ليتس جو للي بعده يانا سمارة دم سمعنا صاحبي ماهيش كليب هذايا كفر ليتس جو الاولاد يلا ترشنانا سمارة تعملها انت تعملها سمارة ها ها ترى دي ترابي تخيزان حمورا يا ليزان دول ممشينا تخيزان حسن سيدني بويسانس كاكول عندي ديساند اسف والله نوعدكم الولاد فما رياكسيون جاية من البوم سمارة رياكتي وانا بالكاكول اقصب اقص على نفسك اقص على يدي من هنا فصاعدات دريت ندبر كاكول تولي كل تتراك من عند سمارة شريكتي عليه بكاكول لك هيك برو كل رابير باش نعمل له التيم نتاعه فهم فاهم فازا كيفاش سكاراكو باش نعمل له سلاح هكا جو كبير جو واخذت ليسونس كوبا لي فيس اخفاص عندي الفامي في قلبي دي ترابي تخيزون حمورا يا ليزون ظلموا مشينا بخيزون 13 سنة يا صحيح 13 سنة توا قريب ياخذ الثلاثينات كان مش خلط لهم بروف يعني اقل حاجه اغزر قديش عنده صاحبي واحد فهمتني كيفاش وقديش عنده خاصه كيما نقولوا شادد القمه برو تحسبها زاد الرقم هذاك خاطر برو عنده تويكه مديده مديده برو سمره من الاوائل ستاتيستيك مو نحكي ونوامر برو اسمع ديزني بويسونس كاكول عندي ديساند سايا واخذت ليسونس كومبو لابس اخفاص عندي فامي في الدم سوختي لي كالاج تفاقم لمبالاج تي لي كافا مخنان زيت في الفيلاج اسمع موزيكا في الكوليس يصير للدم تعب يا حما ديما واقف حتى زرخة عدى في دم حتى كي ديما واقف دي سمعت ديما واقف تعب يا حما صحيح مرة لي ديما واقف تعب يا حما ديما واقف حتى زرخة عدى في دم حتى كي الموت يخلي اسمي ودي يكبر بالاحوام سوختي لي كالاج فخذ لمبالاج تيري كان فم مخنن سيدني في الفيلاج اسمع شتيري كان فما خنان برو يا ودي فما بارز ما نقولوا بكر سماره برو تيري كاس فخذ لهم بلا شتيري كان فما خنان سيدني في الفيلاج اسمع مزيكا في الكوليسي سيل الدم تعب يا حما ديما وقف حتى زرق تنتعدى في دم حتى كان ولدي يكبر وسط الاحلام اني ترونكيل اخر كونسير تاع بلادريس الاسمر ما وشو دكتي بافونسي ماشي المغسيل فمي طولون تاو انتي عندي براس براس لنا موتاش تعرف مين زبي ولاد البوتا من يصير حوما مطلع كوتا حتى في القصة عندي نوتا حتى في القصة عندي عندي حتى في القصة عندي نوتا باللي صغير مطلع كوتا برو يعني الشيء هذا راني مانيش الاول فيه في الراب بارك برو عاملوا في برشا حاجات اخرين ونحكي عليهم في رابي جوست عباد يعني اللي كذب واللي هيت يا كاوتا مشي بليش فيزا بليش المطا اخوتي في غزة تحت الحوتة ما نستدوى ما نشمو حوتة عاود اسمعوا يا مش المطا اخوتي في غزة تحت الحوتة ما اي صاحبي لازم عباد تذكر بالقضية صاحبي لازم عباد تذكر بالقضية يا برو اسمع نعاود نذكروا مرة أخرى اللي بالرسمي إخواتنا في غزة تحت الحطام ومازالت الحرب متواصلة يا برو ربي يخفف عليهم وربي فرض الوقت يحلها في وجوههم وفرض الوقت يفيق العرب إن شاء الله يجي نهار ويفيقوا العرب تعدى تويكا أكثر من عام وإن شاء الله يجي نهار ويفيقوا ما عادش عنا ما نعملوا برو كان نذكروا بالقضية حاجة شبيبة من عند سمارة برو نعود نسمع عندي نوتة مشي بليش فيزا بليش المطر اخوتي في غزة تحت الحوتة ما نستدوا ما نشمو حوتة انا والاحوام مشي خموتة حتى من الحنشة توصل روتة دخلت تراب الناس كلها موتة عندي جمهور يفوت البوكا ما تنساش برو عندي جمهور يفوت البوكا يا برو اسمع انا قلت لك من قبل سمارة محبة الجمهور وما يحشمش باش يوريها ولا ما يحشمش يكتبها في تراكيته برو اسمع شباب العمل سروتا دخلت تراب الناس كلها موتا عندي جمهور يفوت البوكا صوتي لي قالت فقد لهم بلا اشتري كان فما خنان انا بيبي باش نولي هكا كان عايش كيما الاصبر صاحبي خويا اشتري كان فما خنان من ساعه نشم الخنان من ساعه بنتي يعني كنت في الفيلاج اسمع موزيكا في الكوليس يسيل الدم تعب يا حما ديما وقف حتى زرق تعدى في دم حتى كان مود خلي اسمي ولدي يكبر بين الاحوال وذيك حاجه انا يحلم بها اي بشر بروك ديك تموت بالرسم تخلي اسمك واسمك يكون محبوب ولدك يكبر ما بين الاحوام وفرد الوقت يعرف اللي بو كان ناس طيبه وكذا وكذا اما بيان سور نتمنى لبعضنا الاولاد العمر طويل ومازلنا لا ابهات لا شيء ما نحكيه يعني
سي لا زون سي لا 7-0. شاروتك 7-0 5-0 خويتنا وحبيبنا في بلز بورقيبة. لازم اتذكر وقرو. لازم اتذكر عندي الاحوام لسه قصة لا في نعيش وفيها قصة يا سخت لي كلاش تفقد لهم بلاش تيري كان فما خنان زيد في الفيلاج اسمع موزيكا في الكوليسي سيل الدم دعم يا حما ديما وقف حتى زريق تعدى في دم 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 يعني حتى في تراك ماشي ماشي اللي ماشي مع الفايب ماشي تسمع في سمارة جوك على جو ولازم في وسط التراك مش ما بين التراك والتراك اللي حتى في وسط التراك يخليك هكا اللي يصدمك باي طريقه برو بالله اسمع هذه مش ما نتوقعهاش ما تجيش على بالي انك باش تعمل علاش تعمل فيها الله اعلم اما فرد الوقت تعجب تحكي ما وقف حتى زرق تعدى في دم 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 اسمع وانا نصبر زون سي لا زون سي لا زون او كبش براجيه كي نقول لكم راه رابور اخر كي يقول باو باو في الاخر في اخر بار ولا فاز راهي تطيش تكليم راهي ماشيه لسماره خاطر سماره بركه اللي يقولها في تراكيتو مكثريه ديما يخدم بها تراكيتو باش نكون واضحين على مره اخرى يعني اذا ما يمناش الاولاد هكا نكونوا كملنا سماره دم وثاني تراك في الالبوم الاولاد بعد ما رياكتينا على الانترو اللي كان فيه برشا مشاعر وكان فيه برشا كيف ما نقولوا اغنى اكثر منه راب برو كيف ما نقولوا بخاطر برشا استعمال اوتو تيون اما فرد الوقت باش يحسك سمارة فاش قاعد يحس وفرد الوقت يشارك مشاعره للعباد ويحكي على مواضيع اخرى. نجيو للتراك الثاني اللي انا قلت لعل وعسى شنحها سبحان الله ما تعرفش عليها سمارة ما تتوقع منه كل شيء كيف ما قلت لك ما شنحيش كيما حبيت اما فرد الوقت ما يعيش كيما الفايب متاع التراك الاول بالكل اما مازلت برو مازلت نستنى مازال البوم طويل صاحبي والحاجه الجايه مع سمارة يبدي تبدا بتهنى اللي حتى كان يدي لقي يدي ما عجبكش ثلاثه تراكيت اربع تراكيت في البوم يدي مازال عندك سته تراكيت وحتى كان ما عجبكش حتى تراك في البوم هيك مازال عندك البوم اخر دونك ما دام الخدمه مستمره ما دام مش مقلقك انك تسمع صاحبي تستمتع وقت اللي مش تستمتع ما عجبكش تراك ما تسمعش صاحبي تحتفظ برايك وتتعدى وجوك احلى الجو دونك الولاد مانيش عارفين على شنو قادمين اما انا واحد من الناس نستنى صاحبي نستنى باش يزيد يهبط لنا تراكيت وباش نكونوا بيان سور فهمتني كيفاش موجودين على طلب من عندكم انتوما الولاد هكا نكونوا كملنا رياكسيونات سمارة دم وسمارة كي اولد اند ترو الالبوم الجديد اللي مازلت انا واحد من الناس ما نعرفش اسمه اما تنكتشفوا في التراكيت الجايه الولاد بيان سور كيما قلنا مانيش نحكيو على نوامر الالبومات اللي تويك وصلنا لهم خاطر اقل حاجه فتنا 5 البومات في 4 شهر داخلين على 5 شهر دونك صاحبي الحبايب حرفيا كيما قال لك 11 11 البومات ديما موجودين دونك دي بالاخر كل شهر سيكون كل شي شهر راحه والباقي على بعضه دونك وين فما الموسيقى فما احنا وين فما رياكسيونات فما احنا ان شاء الله تكونوا تفرقتوا الولاد ان شاء الله تكونوا عملتوا الجو ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيونات تقابلوا في اقرب وقت ممكن ما تنساوش ارائكم كومنتاريتكم دنيتكم اجواءكم السبسكرايب تاعكم قول لي صاحبي رايك اهم حاجه عجبك التراك والا لا اسكو من الفايب ومن اول تراك وثاني تراك تعرف اللي جاي البوم كاسح والا العكس رايك قولوا صاحبي وباحترام وتجب تنتقد قد ما تحب مرحبا بيك كيما قلنا الاولاد عندكم انستغرام بيجي ماترياكشن في ناشي من سكولا وريان في الديسكريبسيون اجا غادي يا برو كنت تحب تسال كنت تحب تنتقد سمعني موسيقى ولا تعطيني رايك ولا تاعي يدي مرحبا بيك يا برو جوست تبعت ميساج ونجاوبكم الناس بكل وقت ما نجمو كيف كيف ستوريات الخدمه وقتاش تهبط الخدمه الكل تهبط غادي دونك يا برو اجا وش عليك صاحبي عندكم تيك توك بقشيش كل شيء موجود بيجي رياكشن موجود والفوضى ديما موجوده صاحبي دونك كركش واحد سبسكرايب في الشان الاولى والشان الثاني هيك موجوده في الديسكريبسيون يا برو زوز باش يهبطوا فيهم برشا موزيكا وبرشا رياكسيونات وبرشا حاجات متنوعه بقدره ربي دونك كركش اش عليك في الباقي يا برو ما نساوش موضوع العاده موضوع الاهم القضيه الفلسطينيه اللي مره هيك يذكر بها سمارة نعاودوا نذكروا بها احنا ندعيوا لهم الاولاد وفرد الوقت ندعموهم باللي نقدروا ونذكروا بهم العباد باللي نقدروا تحيا فلسطين دائما وابدا قبل فقر وقت ممكن يسي يا برو